ها قد أتى دوري لتوجيهك في حديقة الهندسة. اسمي إشتر، وأنا فنان هولندي من القرن العشرين. الهندسة كانت دائما مصدر إلهام، وقد صرت فذا في فن رسم تبليطات مبهرة. إليك صورة الذاتية عندما ننظر إليها عبر مرآة كروي، ومن أشهر رسوماتي تلك التي تمثل زواحف مرسومة في مستوى، تمكنت من الهروب من ورقة كراس، ومن أعلى كائنات مختلفة كانت تتأمل في ظروفها كحيوانات زاحفة. وحتى نستعد للبعد الرابع، سوف نستلهم من هذا الرسم ومن كتيب منشور في نهاية القرن التاسع عشر من قبل أحد رجال الدين الإنجليز، وهو إدوين إيبوت، عنوانه فلاتلاند، البلد المسطح. سنحاول تقديم شرح لمخلوقات مسطحة، أي مخلوقات تعيش في مستوى، حول وجود البعد الثالث المألوف لدينا. لنتصور أن أحد هذه الزواحف قد تمكن من التخلص من ظروف العيش المسطح وصعد فوق مكان عال لمشاهدة عالمه. كيف يمكن أن يشرح لأبناء جلدته وجود كائنات ثلاثية الأبعاد؟ هناك فكرة أولى تتمثل في تمرير لكائنات ثلاثية الأبعاد عبر العالم المسطح، فهذا مثلا رباعي وجوه بوجوهه الأربعة ينتقل في اتجاه مستوى الزواحف. ترى الحيوانات المسطحة مثلثا أخضر يظهر فجأة ثم يتناقص تدريجيا، ولن ترى الحيوانات أكثر من ذلك لأن حواسها لا تسمح لها بإدراك أي شيء خارج المستوى. وكلما شاهدت الزواحف هذه المضلعات الخضراء التي تظهر ثم تشوه ثم تندثر، فسيكون بمقدورها تخيل الشكل الذي اخترق المستوى. وحتى يتضح جيدا بأنه من غير اليسير إدراك شكل كائن هندسي انطلاقا من مقاطعه وفق مستوى، حاول التنبؤ بالكائن الذي يخترق المستوى. رباعي وجوه. وهنا إنه مكعب. بطبيعة الحال ينبغي أن نفهم جيدا بأن هذه الزواحف المسطحة ليس لها نفس رؤيانا، إنها لا ترى هذه المضلعات الخضراء إلا من خلال القطع، ويجب عليها أن تعمق رؤيتها حتى تتمكن من تقييم الشكل. والآن هذا ثماني وجوه بوجوهه الثمانية. وهذا مجسم ذو 20 وجها. وأخيرا مجسم ذو 12 وجها و20 رأسا و30 حرفا. والآن سنرى المقاطع، والمقاطع فقط، وعليك أن تتنبأ
بمتعدد الوجوه المخفي. هو رباعي وجوه. إنه مكعب. لقد صار الأمر صعبا، أليس كذلك؟ أنت تدرك بأن المخلوقات الثنائية الأبعاد ينبغي عليها تطوير حدس جيد إذا أرادت فهم ما يخص البعد الثالث الذي يبدو لنا جد طبيعي. سنواجه الآن صعوبة مماثلة لإدراك البعد الرابع. إليك الآن طريقة ثانية نشرح من خلالها للمخلوقات المسطحة ما هي متعددات الوجوه. نبدأ بالنفخ في متعدد الوجوه حتى تصبح رؤوسه وأحرفه على سطح كرة، ثم نستطيع القيام بإسقاط مجسمي على مستوى الزواحف حتى يتسنى لأصدقائنا ثنائي الأبعاد التأمل في المشهد. بطبيعة الحال يمكننا إدارة الكرة ومن ثم إدارة رباعي الوجوه تماما كما أدرنا الأرض. لنشاهد المكعب وأغتنم هذه الفرصة لعد رؤوسه وأحرفه ووجوهه. حان دور ثماني الوجوه. إننا نرى جيدا الوجوه الثمانية الملونة. لاحظ أن مساقط الأحرف أقواس دوائر. والآن دور المجسم ذي العشرين وجها. البنية أكثر تعقيدا، لكن إدراكها يظل رغم ذلك في متناول الزواحف. نشاهد فيها 20 وجها واثني عشر رأسا وثلاثين حرفا. هل بإمكانك عدها؟ ونختم العرض بالمجسم ذي الاثني عشر وجها. إنه جوهرة من جواهر الهندسة.
لقد حان وقت التدريب. لنضع أنفسنا في حالة بعدين ونحاول بعدئذ التعرف على متعددات الوجوه اعتمادا على مساقطها المجسامية. هذا أمر سهل، أليس كذلك؟ نحن نرى 4 وجوه و6 أحرف و4 رؤوس، إنه رباعي وجوه. وهذا المجسم 6 وجوه وكل منها له 4 أضلاع، لقد عرفته، إنه مكعب. وهذا المجسم إنه أكثر تعقيدا، أليس كذلك؟ وجوهه مثلثات، ومن كل رأس تنطلق 5 أحرف. هناك الكثير من الوجوه، قد يكون عددها 20. إنه مجسم ذو 20 وجها، هنيئا لك. لنتأمل في المجسم ذي 12 وجها، كل وجه يمثل خماسية وجوه. نعد 12 وجها ومن كل رأس تنطلق 3 أحرف. أنت تدرك الآن لماذا أبهرت هذه المجسمات المنتظمة 5 المهندسين منذ القدم، وقد نسب إليها الفلاسفة الإغريق معاني روحانية، وذلك بربطها بالعناصر الأساسية المكونة للعالم، تسمى مجسمات إفلاطون. نحن متفقون، ليس من السهل أن يكون لدينا حدث يجعلنا ندرك البعد الثالث عندما نكون مسطحين. هناك 2 طرق ممكنة، والإسقاط المجسمي مفيد جدا لتوضيح الرؤية بعض الشيء. والآن ينبغي أن نعد العدة للبعد الرابع. من أجل ذلك يتعين علينا التزود بقسط وافر من التخيل.